بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. في هذه الحلقة إن شاء الله سوف نتناول ما هو الديل البلازمي وما هو الفرق بين الديل البلازمي والديل النيزكي بالنسبة للكوكب المذنب، حيث أن أحد الإخوان تساءل قائلا ما هو الديل البلازمي وما هو الفرق بينه وبين الديل النيزكي. للعلم أنه حين نتحدث عن أي مذنب حتى من المذنبات الصغيرة التي مرت بالأرض سابقا، فإننا نرصد تواجد ذيلين، أحدهما نيزكي مكون من غبار ونيازك صغيرة. هذه النيازك هي التي تعطي تلك الزخات النيزكية التي ترى بين حين وآخر، وذلك حين تصل الأرض إلى نقطة تقاطع المذنب مع مدار الأرض. أما الآخر فهو ديل بلازمي، وهذا ما يظهر لنا هنا عندنا في هذه الصورة. والسؤال الآن، ماذا يعني أو ماذا تعني البلازما؟ أولا، فحسب التعريف العام للبلازما هي الحالة الرابعة للمادة، حيث أنه توجد الحالة الصلبة والسائلة والغازية، ثم الحالة الرابعة البلازما، وهي تحتوي على عدد هام وكبير من الجزيئات المشحونة كهربائيا بشكل كافي للتأثير على الخواص الكهربائية في كل ما يحيط بنا، باعتبار أن البلازما تمثل 99% من المادة الكونية. فالغاز العادي مثلا يحتوي على ذرات متعادلة من حيث عدد الشحنات الموجبة والسالبة، فعدد الشحنات السالبة يساوي عدد الشحنات الموجبة، ويصبح الغاز بلازما إذا توفر حقل كهرومغناطيسي أو حرارة مناسبة، وبالتالي عند توفر هذه الظروف يتم انتزاع بعض الإلكترونات أو كل الإلكترونات من مداراتها، فتصبح تلك الذرة ذات شحنة موجبة، أي أنها أصبحت أي أن ذرات هذا الغاز أصبح غازا متأين، وبالتالي يسمى بلازما. وهذا السيل من الجزيئات والإلكترونات الحرة هي التي تشكل الحساء الشمسي، وتعتبر من المكونات الأساسية للنجوم كافة والتي نراها، حيث أننا نرى النجوم بألوان مختلفة. هذا الاختلاف في الألوان يختلف حسب تفاوت كثافة ودرجة حرارة تلك المكونات. لذلك حين نتحدث عن تكون الديل البلازمي للكوكب المذنب، فإنه لن يتحقق أو لن تتحقق الرؤية العيانية له إلا بعد تكونه، وتكونه يلزمه طاقة أو حرارة أو حقل كهرومغناطيسي، بالتالي لن يتحقق إلا باقترابه من الشمس وتفاعله مع الرياح الشمسية. وسيتم انتزاع الإلكترونات، حينئذ يبدأ التألق، لأن أثناء الانتزاع أو التحرر، تحرر الإلكترونات أو سيل الإلكترونات، لأنه كلما اقترب من الشمس ستتحرر سلول من الإلكترونات، عدد كبير من هذه الإلكترونات المتحررة، بالتالي سيتولد حقل وطاقة شديدة، وكلما زاد التفاعل مع الشمس إلا وزاد اللمعان. لذلك نقول أن الرؤية العيانية لن تحدث إلا بعد اقترابه من الشمس، كما هو حال كل المذنبات، فكل المذنبات لا ترى ولا يمكن رصدها، لا يظهر لها، تظهر كأنها كويكب، وحين تقترب من الرياح الشمسية يتم التفاعل بينها وبين الرياح الشمسية ليتكون لديها ذيل وتصبح مذنبا. فكلما زاد التفاعل مع الرياح الشمسية
إلا وزاد اللمعان. ونحن نعلم أن العين المجردة أو العين البشرية تستطيع رؤية القدر اللمعاني الظاهر في حدود 5 ماغنيتود. بالتالي هذا لن يتحقق إلا بعد تجاوز الكوكب المذنب لمدار المريخ، والآن لا يزال بعيدا عن هذه القيمة، قيمة 5 أو 5.5. فكلما نزلت القيمة الماغنيتود، كلما نزل قيمة القدر اللمعان الظاهر يكون اللمعان أكبر، وكلما كان أكبر كانت القيمة أكبر كان القدر اللمعاني أصغر، يعني أن لمعان ذلك الجرم يكون ضعيفا أو تتنازل لحدود الصفر أو ناقص صفر، ناقص واحد، ناقص 5، مثلا الشمس ناقص 26 فاصلة، لذلك فلمعانها شديد. والعين البشرية كما قلنا ترى ما بين 5.5 إلى 5، وكما قلت فقدره اللمعان الآن في آخر رصد له لا يزال في 6.7 أو ما يقارب، لذلك فهو لا يزال خلف مدار المشتري، لأن هناك العديد من الإخوان يتساءلون عن التوقيت ومتى سيصل. فنحن قلنا بأن الأحداث على الأرض هي التي ستعلمنا متى سيصل، لأن هذا الجرم لا يخضع لأي من قوانين الفيزياء الحركية. فمثلا لو كان يخضع لقانون كيبلر للحركة لتم حساب توقيت وصوله بالدقيقة. حاولت مراصد كبيرة والوكالات الفضائية أعطت مواعيد ولم يتحقق منها أي شيء، لذلك نحن نرتقب الأحداث على الأرض ولدينا علامات. هو ليس مجرد شيء بسيط سيمر كأنه مذنب هالي أو غيره، فهو مذنب ضخم سيحدث تغييرات جذرية على الأرض، يعني أنه كلما زاد اقترابه، ونحن شرحنا في حلقة البارحة مدى التفاوت بين السنين ومدى الزيادة في قوة التشوهات والشحن الطاقي سنة بعد أخرى. وأرجو أن تكون الصورة قد وضحت، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.